السلام عليكم اخوتي، ومرحبا بكم معايا مره اخرى. فيديو جديد، مش عارف نقول لكم والله يا مؤخرا وين كنعكسو، ولكن رغم ذلك كل مره نعمل يعني فيديو نحطه في القناه، واخا عندي لي فيديو لي فلوج كنعكس نعمل لهم مونتاج. المهم ماشي هذا هو الموضوع، يعني اللي تر الانتباه ديالي في هذه الايام هذه، يعني في هذا الاسبوع هذا شفنا واحد الخبر ديال واحد البنيته اللي في العمر ديالها 14 سنه اللي تعرضت للاغتصاب، او لا تم يعني في البدايه توجيه اصبع ديال الاتهام للزوج ديال الاخت ديالها، وهي حاليا حامله من شهرين. ولكن في الاخر يعني اثبت حوايج اخرين، كاينين مستجدات واحدين اخرين، هي ان المغتصب الحقيقي هو العم، وانتقلت للعيش مع الاخت ديالها، ودخلت في علاقه مع الزوج ديال الاخت. وللاسف قدر الله وما شاء فعل، بنيته يعني حامله في السن ديال 14 سنه. ايضا كاينين يعني مجموعه من الضحايا، كاينين اللي كيقدروا انهم يخرجوا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكاين اللي كيمشي يعني داكشي اللي سري، وكاين اللي كيتبع المسطره، كاين اللي كيعملها في قلبه كيقول ما نشوهشي مع الجيران، وحتى واحد ما يدي خبرنا. ولكن ماشي غير هذه اللي ضاحيه صراحه. في الاونه الاخيره او في السنوات الاخيره ولينا كنسمعوا يعني اخبار اللي هي لا تشرف وما كتشرفش ايضا حتى الرجل المغربي. في الماضي كان العم والاخ والخال والجد والاب، وايضا حتى الجيران هما المراقبين على البنت، كيحضوها كما كيحضوا وليداتهم، كيخافوا عليها الا طاحت، كيخافوا عليها يعني من البراني، يعني كان الاب او الام اللي كيعملوا شي بنيته راه ما كيخافش من داخل الدار ديالو، هادو كانوا كيقولوا له بالنسبه ليه هما واحد الاب الثاني لديك البنيته او لديك الوليد، كانوا كيخافوا من الزنقه. دابا يتعرض لها شي واحد، دابا ياديها شي واحد، دابا طيح، دابا توقع، دابا يوقع. ولكن في الاونه الاخيره للاسف شنو ولينا كنسمعوا؟ مغتصب كنغتصبك بابا، عمي، خالي، خاي، جدي، راجل خالتي، راجل عمتي، يعني المقربين اللي كيكونوا قرابين لينا، وكتدخل من الباب كدق عليه وكيفتح لهم الباب، واحيانا كيكون عندهم السيروت ديال الدار، يعني كيكونوا هما اموالين الدار، ما كنشدوش منهم الحيطه هو الحضر، يعني ما كنحضوش منهم، لان بالنسبه لينا هم الاباء الثانيين ديال وليداتنا. هادشي ما كاين، يعني الواقع يعني المر، كنا كنحضروا البنيته ولينا كنحضروا الوليد، يعني ولينا ديك البنيته اللي كنولدوها خصنا نحضوها من كل شيء، من الاب ديالها وحنا طالعين، يعني الثقه ما بقاتش. ماشي كل شيء 100%، ولكن كاين واحد النسبه ديال الاشخاص اللي هما جاهلين للاسف، ما كي واش ما كيرجعوش البان داك التصرفات ديالهم، واش بالنسبه لي لهم الرجوله ديالهم خصهم يبينوها في اي حاجه، شنو هو السبب الله اعلم، يعني شنو هو السبب الحقيقي من مور هاد الاحداث اللي كنشوفوها والاخبار اللي كنسمعوها، ما هو السبب؟ هذا هو السبب اللي خصنا نقلبوا عليه، واش هو البعد على الدين، واش سوء التربيه، واش وسائل التواصل الاجتماعي، واش التقدم اللي عرفناه بالمقلوب، يعني شنو هو السبب الله اعلم. والمشكل والخطير في الامر هو ملي كتسمع بان فلانه تعرضت تكرفص عليها شي واحد، كيجيو الاباء ديالو يرغبوا عليه ويساوموا بديك البنيته في الشرف ديالها. اول حاجه انت يعني بعد الاقبال على هذا الجرم صراحه اللي هو جرم، وفي حق ديك الطفوله وفي حق ديك البنيته وديك الاسره، فانت هدمتي لها الحياه ديالها، لان بديك التصرف ديالك يعني الحياه ديالها والحياه ديك الاسره كتدمر باكملها. والاغلبيه ديال الاباء بعد هذا الحدث كيغادروا ديك المدينه او ديك القريه او ديك الحي، وكيمشيو لشي بلاصه اللي ما كيعرفوش فيهم. النظريه ديالكم علاش؟ لان المجتمع ديالنا ما كيرحمش، راه ما كيقولوش ديك البنيته ما كتعرفش، حسن بنيته اليوم الله يسمح لهم كتلقى بنيته 14 عام راه كتعرف كلشي، باش نكونوا منطقيين ما نغطوش الشمس بالغربال كما كيقول. اليوم البنت ديال 5 سنين 6 سنين راه دعاود له كلشي بالديطه، يعني عارفه كلشي. شنو اللي ناقصهم؟ هو لسان انهم يبلغوا، واش كيعجبهم حالهم، واش كيجيهم داكشي عادي، شنو المعنى ديالو. ودابا هادي وحده دخلت خطاها صدقت في علاقه مع الزوج ديالها وهي باديه مع عمها، يعني شنو غنقولوا عليها؟ سكتت على الاولاني، العام ديالها كان عليها انها تخبر الاب ديالها او لا الام او لا يعني الاخت ديالها، مشات عند اختها كملت في التصرفات ديالها، شنو المعنى ديالها؟ انت مشيتي عند اختك مع شهرين او لا شهر
ولا مشيتي ضايفه، يعني خليك ضايفه. الا كنتي عملتي شي غلط خليك على الاقل، على الاقل على الاقل يقدر يجي شي واحد ويستسرك، تقدر تعاود الاخت ديالك وتعاونك تكمل قرايتك، تقلب على شي دابا شي صنيعه اولا شي حاجه تخدم بها تضمن المستقبل ديالك. ماشي يعني كضغط كنعملو مشكل وكنكملو على مشكل واحد اخر. يعني كنتي في علاقه اللي هي محرمه وزين المحارم، انتقلتي حطمتي الحياه ديال الاخت ديالك، خليتي لها واحد البنيتات، وانت ايضا يعني حامله في السن 14 عام، في عاد ماشي بداك الوليد. ولد من؟ واش ولد راجل اختك او لا ولد عمك؟ نفترض داك الوليد الى كبر اش عاد تقول له؟ يعني شنو التفسير ديالك عندك التصرفات ديالك اللي هي مشينه ومسيئه يعني للاسره ديالك وللمجتمع؟ انت واحد البنيته يعني في مقتبل العمر، ما خصكمش تفكروا في العلاقات، خصكم تفكروا في القرايه. الانسان كيقرا، انا مجرد ما نشوف الام ديالي معذبه مكرفصه كيكفيني اني نخدم بالليل والنهار. الناس راه كانوا كيقراو بالشمع وبالميكا ديال بالميكا فيها الكتوبه وهزين اولا خيشه، كانوا كيخويو الخناشه من الطحين كنا كنعملو فيها المحافظ، كانوا كيعملوا الخبيطات وكانوا كيمشيو يقراو بهم. في النظريه ديالكم علاش كانوا كيبغيو يحسنوا الوضعيه ديالهم؟ راه ما كانش كيفكروا في العلاقات. ثم اليوم سبحان الله الوليدات اليوم ما كتعرف كدعيا ما تفسر، ما كتعرفش كيفاش تفسر. والرجال تبارك الله 30 عام و 40 عام و 50 عام هم دائما عقليه صغيره، كيقول لك حق الراجل اللي كبر خصك كيولي ولد صغير. ما كاينش شي واحد كيكبر كيولي ولد صغير، كاين انسان مربي انسان غير مربي، كاين انسان يعني كيحترم العلاقات وكيشوف ديك البنيته الصغيره كانها بنته، كاين انسان كيشوف ديك البنيته الصغيره على انها جسد، على انها امراه، يعني ما كيفرقش بينه هو بين. شحال هذه كنا كنسمعوا فلانة اختصبها فلان علاقه عائليه بعيده، اليوم كنسمعوا واحد البنيته في عمرها 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين 11 عام مختصب اب العم الخال وهو الاخ. ملي كيسولها كتقول لهم انا اختصبني بابا او لا خاي او لا العم ديالي. راه شوما الصراحه اللي ولينا كنسمعوه ولينا كنشوفه. الا ما كانتش كافياكم مره واحده تزوجوا بجوج عاديه، انا بالنسبه لي اللهم تزوج بجوج بثلاثه ولا تتكرفس على بنيتها وتحطم لها حياتها وتحطم الاسره ديالها. كنظن انا بالنسبه لهاد الجرائم اللي ولات يعني كثيره ما كيكفيهمش السجن. داك الشباب المقبلين على هذا العمل هذا ما كيكفيهمش السجن، هادو خصهم الرجم تكون في شي ساحة ويعلقوهم لواحد المدة ويكون الراجل. كنظن هذا أفضل باش يكونوا عبرة لواحدين آخرين. أما عام وعامين وخمس سنين وعشر سنين كيدخل حالة وكيخرجوا كيكملوا عاوتاني في حوايج واحدين آخرين، لأن سبحان الله كاينين بعض الأشخاص راه ما كيتعلموش من الأخطاء ديالهم. بالنسبة لي لم داك الشيء هواية أو لا فن، كاين اللي الهواية ديالو اللعب ديال الكرة، السفر، السماع ديال الموسيقى، قراءة الكتب، وكاينين بعض منهم انهم يحطموا الاحلام ديال وليدات الاخرين ويحطموا وليدات الناس للاسف. وهذا هو الواقع وهذا اللي ولينا كنشوفه وهذا الشيء اللي ولينا كنعيشوه في هذه الاونه الاخيره. يعني كتولد ديك البنيته او ذاك الوليد خاصك ملي وليتي وانت عامله عليه حراسه لاصقه دائما في الجنب ديالو، ودائما خاصك تقلب وليداتك واش تعدى عليهم شي واحد، لان الوليدات اليوم كيسكتوا وما كيهضروش. يعني شنو هو السبب كيفاش بغينا حنا نتصرفوا في هذا الوقت؟ هذا الوقت ديال العولمه، الوقت ديال التكنولوجيا، الوقت اللي اصبح متطور، الوقت صراحه اللي خصنا نكونوا اكثر تفتح على العالم الخارجي، ماشي في السلبيه ديالو في الايجابيات ديالو. للاسف يعني الانسان كينسان المشاكل ديالو بالاعتداء على الاخر واخذ حق الاخر باش كيبرر التواجد ديالو، ايضا كيبرز الشخصيه ديالو. هذا هو الواقع وهذا الشيء اللي كنعيشه. الا كنا حنا انسان واباء وامهات واخوه، اذا خصنا نفكروا بديك الوليدات كما كنفكروا الاخوه ديالنا، كما كنفكروا لوليداتنا. خصنا نعيشوا الحياه ديالنا سلسه، حياه اللي هي سهله، نسهلوا لبعضياتنا الماموريه. ماشي الانسان ولينا صراحه كنعيشوا في الرعب والخوف. خصك ديك المراه كتبقى نهار كامل دي ديك البنيته المدرسه، جيبها المدرسه، عندك يشد فيها هذاك، عندك ضربه هذاك، ها موطور عيقيصها، طوموبيل عتقيصها. يعني الحياه اصبحت صعبه وكيزيدوها يعني صعبوها حنا على بعضياتنا. كنظن يعني من الاحسن اعاده النظر في التصرفات ديالنا، وحتى البنيتات الله يهديهم الا شفت شي واحد بسر عليك او لاقص فيك، يعني كاينين شي اشياء اللي في الجسد ديالك ممنوع على الاخر اللمس ديالها.
اذا خصك تخبر الام ديالك، الاخت ديالك، الخاله ديالك، الصديقه ديالك، يماها صاحبتك، ونقول لا ولشي تهضر مع والديا الا ما قدرتش انا نوصل لهم الميساج. كنظن افضل ما تنهي الحياه ديالك ولا نوقف المسيره ديال الحياه ديالك، لانك ما عاد عانيش حاليا ما كتعرفش، ولكن ملي عاد كبر ان شاء الله عاد عرف معنى الاعتداء ومعنى الشرف ومعنى الكرامه ومعنى الشخصيه ديال الانسان وايضا معنى الحياه. وما يخصيهاش اللي كاين، باش ما نطولش عليكم، نودعكم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.